انا سناء مرابط من مدينه تيفلت. نهار 22 شهر 7 ولدي وقعت لي حادثه، تهرس مني يدو اليمني اليسريه، ديتو للسويسي على اساس باش يتعالج باش يديروا ليه عمليه. دار العمليه ونجحت ليه، لغد ليه جات انفيرمي باش دوز ليه الدواء، دوزات ليه الدواء فلوكسام كيدوز غير بشويه على تيدوز سيروم، هي دوزاتو ليه قاسح، تحرقات ليه يدو وتحرقوا ليه صباعو، تحرقوا ليه صباعو بجوج، ولا ايتر هذاك الشيء قطعوا ليه صباعو بجوج وضيعت ليه المستقبل ديالو. ودعيتها وفاش تيستدعيوها ما كتجيش ما تتجيش، هما تيقول لك ما كايناش غابوشره وحده في السبيطار. وهادي مشيت لقيتها خدامه، تعرضت لها ما خليتهاش تخرج، كيغوتوا على السلطات. جاو داوني انا وياها، تقدمنا عند الوكيل، ساعدت الوكيل طلب تقرير طبي. في التقرير الطبي تيقول لك بانه الدواء اللي دار هذا الشيء، الدري عنده حساسيه من الدواء والدواء هو اللي دار ليه هذا الشيء. انا دابا وطالبين مني انا، يا خصني الا بغيت نثبت هذا الشيء خاصني محامي وخاصني خبره طبيه وحده اخرى تاع المحكمه. انا ما عندي باش نشد لا محامي لا حتى حاجه. وبهذا السبب اللي وقع لولدي، منين خرجت من السبيطار كنجي كنتفاجئ بان راجلي كيصيفط لي استدعاء تاع الطلاق، وتعرضت للتشرد انا ولدي هذا وعندي جوج دراري اخرين، انا وثلاثه الدراري تعرضنا للتشرد بسبب هذا الخطا اللي طرا ليا. تنتعرض للتشرد وكنضيع انا وولدي، وضيعت ليه المستقبل ديالو. هاد الدري ما غادي يخدم، ما عنده حتى مستقبل، يدو اليمنيه ما غادي يخدم، ما عندوش شي خدمه كاع غيخدمها حيت اليد اليمنيه. وانا كنطلب هاد النداء كنوجهه للجمعيات والمحسنين ولصاحب الجلاله محمد السادس والوزير الصحه يساعدوني، الا كانت شي مساعده، الا كان شي محسنين يشدوا لي شي محامي يوقف بجنبي في هذه القضيه تاع ولدي، يكون عنده شي تعويض يعوضوه، غير واخا ما غاديش يعوضوه في يده ولكن غير يعوضوه. هاد الدري ما يضيعش ليه المستقبل ديالو، ما عنده لا خدمه دابا لا حتى حاجه، القرايه ما تيقراش، هذا العام عنده صعوبه في القرايه بانه ما تيكتبش. اليد اليمنيه باش تيكتب هي اللي وقع ليه فيها المشكل. يا ربي يا ربي وقف معايا، وقف مع ولدي يا ربي يا ربي. وكنطلب من سعاد من صاحب الجلاله وزير الصحه صاحب الجلاله وقف معايا والمحسنين وشي جمعيات يا ربي.